بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم حته من الممنوعات، عربيه سوزوكي فان موديل 2021 للحاج ابراهيم من منطقه حلوان من محافظه القاهره. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه حاج ابراهيم؟ لا حاجه تشرف يعني، ان شاء الله. خدت عربيه في امريكا بره وجوه؟ تمام ما شاء الله، بره وجوه زيرو. سليمه يعني؟ سليمه ما شاء الله، ربنا يستر عليك. تمام قوي. طيب حابين برضو نعرف سهوله الاجراءات معاك. انت خدت عربيه بالتقسيط المباشر؟ دفعت واستلمت وانت واقف على طول يعني؟ وانا حالا في الوقت الحالي انا واقف في حالا دافع واستلمت حالا. محدش عطلك في اي حاجه؟ لا 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 لا, لا, لا. كلها ناس محترمه. محدش قال لك مثلا تعال ادفع بعد يومين، ادفع دلوقتي وتعال استلم بعد يومين ثلاثه ولا لا حاجه؟ لا لا، ما حصلش اي حاجه من الكلام ده. وقت ما مديت على قاعد عربيتي مستلمها. واستلمت وانت واقف على طول؟ عربيتي قدامي هنا مستلم وانا واقف. تمام قوي. طب حابينك برضو تقول دلوقتي رايك في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض. لا، ناس كويسه وناس محترمه يعني، وانتوا تشرفونا، واحنا لو انتوا ناس مش كويسه مش هنجي لكم الحلوان يعني. ربنا يبارك لك يا حاج، ربنا يستر علينا وعليكم يا رب. طيب تنصح الناس اللي بتتابعنا دلوقتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك تقول لهم ايه؟ والله اللي محتاج عربيه زي دي ياكل بيها عيش يجي هنا المكان ده، غصن الزيتون، واللي هو برضه عايزه جفيف في جميع الحالات وعلى قد المبلغ اللي هو معاه هيجيبوا له برضه عربيه تاكل بقى ايش. تمام، وربنا يبارك لك يا حاج ابراهيم. الحاج احمد برضه، الحاج احمد ابراهيم، حابين برضه نعرف رايك في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض دي. الله اكبر يا باشا، 100 100 الله، صل على النبي يعني، معاملتكم والله اكبر يعني. حدش اثر معاك في اي حاجه؟ لا ولا اي حاجه يعني. دفعت وانت واستلمت وانت واقف على طول؟ على طول. تمام. طب ايه رايك في العربيه؟ طيب الله اكبر. تمام، الله اكبر، حته من الممنوعات على رايك. حته من الممنوعات يعني على رايك. تمام. تسلم. طيب تنصح الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تقول لهم ايه؟ اقول لهم اللي عايز يشتري اي عربيه يطلع ياكل بقى عيش يجي هنا وغصن الزيتون. تمام قوي. ياخد عربيه حته من الممنوعات. حته من الممنوعات، من ارض الممنوعات. من ارض الممنوعات. تمام قوي. الحاج مصطفى برضو شاركنا كده وقول لنا رايك وانطباعك عن الناس الموجوده داخل المعرض. لا والله ناس محترمه فوق الوصف، مش محتاجه كلام ولا اي حاجه بصراحه يعني. تمام. ناس 100 100 بامانه يعني. تمام. انت واخد مننا عربيه قبل كده بالتقسيط؟ عربيه بالتقسيط ودفعت واستلمت في نفس اليوم، وبصراحه معامله 100 100. محدش مقصر معاك في اي لا حاجه؟ لا، ما حدش قصر معايا في اي حاجه خالص. طب تنصح الناس اللي بتتابعنا دلوقتي تقول لهم ايه؟ تعال تعال غصن الزيتون، ارض الممنوعات. ارض الممنوعات. تمام. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديكم خيرها وفيكم شر ان شاء الله. ربنا يستر. الله يا حاج ابراهيم، الله يستر. الله يستر.